بالرغم من أن الحظ لم يكن حليف ميسي في آخر مباريتين من مباريات كأس العالم، ولكنه بالتأكيد كان الأشد حظاً في اقتناء أجمل السيارات وأفخمها. واليوم سنعرض لكم سيارات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. أولاً بوغاني زوندا تريكلور التي أطلقتها شركة باغاني الإيطالية عام 2010 احتفالاً بالذكرى 50 لفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الإيطالي، والتي تعني باللغة الإيطالية السهام ثلاثية الألوان، مع صنع فقط 3 نسخ منها، ويبلغ سعرها حوالي 2.1 مليون دولار، ويبلغ تسارعها من 0 إلى 100 3.4 ثواني. ثانياً رانج روفر فوغ، تماماً مثل أي شخص آخر يحتاج ميسي إلى سائق يومي عملي ومريح، ولكن دون فقدان طابع الفخامة الخاص به. ثالثاً تويوتا بريوس. قد تستغربون أن ميسي والذي تبلغ ثروته 280 مليون دولار أنه يمتلك سيارة يبدأ سعرها من 87 ألف درهم، ولكنها من أفضل السيارات الهجينة التي قام بإنتاجها الصانع الياباني تويوتا للمحافظة على البيئة، وتعد من أفضل السيارات استهلاكاً للوقود، وقد تم إهداؤها إليه بمناسبة فوزه في كأس العالم للأندية. رابعاً مازيراتي جراند توريزمو MC سترادالي التي تعتبر أسرع وأخف وأكثر سيارات مازيراتي قوة، ويبلغ تسارع هذه السيارة الرائعة من 0 إلى 100 4.5 ثواني. وأخيراً وليس آخراً فيراري 335 S أغلى سيارة فيراري في العالم، وقد حصل عليها مقابل 32 مليون يورو. وفي النهاية نتمنى أن تكون قد نالت الحلقة إعجابكم، ونتمنى التوفيق للمنتخب الأرجنتي في تصفيات كأس العالم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة يلا موتور لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.